يعطيكم العافية مشاهدينا ومتابعينا، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج هيلثي لايف. اليوم راح نستكمل وياكم العوامل الأساسية أو العوامل الرئيسية لزيادة الكتلة العضلية أو لزيادة الضخامة العضلية، واللي لازم تركز عليها أثناء تمرينك أو لازم تدخلها في جدولك التدريبي. لا تنسون أيضا بالفقرة الرياضية، عندنا مجهز لكم بعض التمارين اللي تقدرون تسوونها بالوقت اللي يناسبكم سواء كان داخل النادي أو بالمنزل. في الحلقات السابقة تكلمنا وياكم عن أول عاملين اللي هو كان الإجهاد الميكانيكي، والعامل الثاني اللي هو كان الميتابوليك ستريس أو اللي هو الإجهاد الأيضي، ودشينا شوي بتفاصيل عن هذه العوامل. اليوم راح نستكمل وياكم وراح نختم عاملنا الثالث والأخير، واللي هو المسل دامج أو خلينا نقول الضرر أو التلف اللي يحوش العضلة أثناء تأديتك إلى تدريب مكثف. ايضا بالسابق تكلمنا وياكم عن الدومز، او شرحنا لكم شنو هو الديلي اونست ماسل سورنس، واللي هو عاده ينتج عن التمرين المكثف في اغلب الاحيان اذا ما كان اللاعب مبتدئ او اذا ما كان اللاعب قاطع وراجع حق التمرين من بعد فتره طويله، او اذا ما كان اللاعب قاعد يسوي تمارين خلينا نقول راندوم او عشوائيه وقاعد يدخلها بجدوله التدريبي. عشان كذي نلاحظ ان المحترفين في لعبة كمال الأجسام دائما يحاولون يركزون على المسل دامج، أو يحاولون أنهم يسوون ضرر أو تلف في عضلاتهم أثناء تمرينهم. ليش؟ عشان يحاول دائما أنه هو يزيد ويطور من مستوى العضلة. نلاحظ هذا الموضوع أثناء تأديتهم لأنواع التمارين، خلينا نقول إذا هم يركزون على تدريب عضلة معينة، نشوف أن عدد خلينا نقول التمارين ما يقتصر على 3 أو 4 أو 5 تمارين، عادي يوصل إلى 7 تمارين بس حق عضلة معينة واحدة. إذا ما قدر أو إذا ما سوى هذا الموضوع، ما يقدر كل سنة يتطور عن السنة اللي قبلها، ما يقدر كل سنة ينزل بكونديشن أو بحالة أفضل من السنة اللي قبلها، لأن إذا استمر على نفس وضعية التمرين دائما في السنوات السابقة راح يتم على نفس الحجم أو المستوى العضلي اللي هو وصل له. فعشان يكسر هذا الموضوع وعشان كل سنة يحاول أنه هو ينزل بكونديشن أحسن من السنة اللي قبلها، وعشان يحاول أنه هو يملي الفراغات الموجودة في عضلاته، لازم أنه هو يتبع هذا النوع من الأساليب بحيث أنه هو يحاول أنه هو يوصل إلى أعلى درجة ممكنة بالتمرين من خلال تلف العضلات في تأدية العديد من التمارين بنفس الوقت، أنه هو يدخل أكثر من أسلوب بالتمرين، أنه هو يدخل عضلته بأكثر من نوع من تنشن أو من إجهاد، أنه هو يمارس أكثر من نوع من تمرين خلينا نقول حق العضلة من أكثر من زاوية بيوم واحد. بنفس الوقت تشوف أنه هو اللاعب المحترف يحاول أنه هو يقسم تمرينه باليوم، ما يتمرن مرة واحدة. ليش؟ عشان كل عضلة يحاول أنه هو يعطيها حقها من خلال تأديته لهذا التمرين. هل هذا الموضوع المفروض أطبقه على إنسان يروح النادي وكان الغرض من تمرينه هو بس خلينا نقول ينزل وزنه أو يعدل جسمه أو يوصل حق مستوى حلو؟ لا، ما تحتاج هذا الموضوع. لكن إذا كنت واصل إلى مرحلة جسمك تحتاج أنه هو يبني عضل أكبر، أو تحتاج أنك تطور من مستوى عضلاتك، وقاعد يعني حسيت أنك أنت وصلت إلى مرحلة ما قاعد توصل حق هذا الموضوع، هني أنت المفروض أنك تزيد من خلينا نقول المسل دامج أو من زيادة التلف العضلي من خلال تأديتك إلى هذه التمرين بهذه الطرق على حسب خلينا نقول العضلات اللي أنت قاعد تحاول تركز عليها. لكن لازم نحط ببالنا أن هذا بس تركيزنا على العوامل اللي تصير أثناء التمرين. لازم ما نهمل أن في عوامل ثانية هم مسؤولة عن ضخامة العضلات برا النادي. إذا كنت مؤدي العوامل كلها هذه بشكل سليم، إحنا هني نركز على العوامل الثلاثة الأساسية اللي ذكرناها بالسابق ونحاول نطور منها. لكن إذا كنت أنت قاعد تأدي هذه العوامل كلها بشكل سليم، لكن عندك أيضا عوامل ناقصة خارج النادي مثل أكلك، مثل نومك، مثل عمليات الاستشفاء، ومو قاعد تركز عليها، أمرك ما راح تقدر تكمل الدائرة هذه وتوصل حق أعلى خلينا نقول مستوى رياضي تقدر توصل له، أو أعلى ضخامة عضلية. عشان كذي إحنا لازم نركز على الموضوعين، تأدية تماريننا داخل النادي وأيضا العوامل الأخرى اللي تأثر علي برا النادي.
وصلنا وياكم مشاهدينا الى الفقره الرياضيه اليوم اللي احتاجها منك بس المات اللي راح نشتغل عليه اليوم. راح نشتغل على عضلات المعده، تماريننا راح تكون حق المعده مختلفه، كل تمرين يفرق او يختلف عن الثاني. اللي راح اسويه راح اشتغل 5 جولات، في كل جوله عندي 3 تمارين، راح اشتغل 30 ثانيه وراح اريح 30 ثانيه، بعدها راح اريح من دقيقه ونص لدقيقتين. ليش اريح الفتره هذه كلها؟ لان الضغط كله على عضله واحده، عشان كذي تحتاج انك شوي ترتاح على ما تصير خلينا نقول عمليه الاستشفاء شويه وترد مره ثانيه تسوي تمرينك بالكامل. اللي راح نسويه اول شيء راح نثبت، راح ابلش وياكم وراح اثبت 30 ثانيه وراح اريح 30 ثانيه لين نخلص جوله كامله، فراح نسوي الجوله كلها مع بعض. اول شيء راح اسوي بلانك، اللي لازم اركز عليه بالبلانك انه حوضي يكون دائما مع مستوى جسمي. 3 2 1 اثبت بالشكل هذا، راح نثبت كذي لمده 30 ثانيه. اللي اركز عليه دائما مستوى حوضي يكون مع جسمي. شيء ثاني، الطريقه اللي انا اتنفس فيها، لا تتنفس وايد سريع ولا تحبس النسم وانت تسوي التمرين هذا. اخذ نسم 3 إلى 4 ثواني وارد اطلعه مره ثانيه لين اخلص ال 30 ثانيه. باقي عندي 5 ثواني. 3 2 1 اريح. الحين انا عندي 30 ثانيه كامله اريح فيها، حاول انك انت ما تسوي اي مجهود بالوقت الحالي. بعدها راح ننتقل الى تمريننا الثاني حق المعده، راح يكون كرانشز. راح انسدح على الارض، اخلي ريلي باتر فلاي مثل ما انتم شايفين بالطريقه هذه. راح انزل صدري ظهري يحوش الارض واصعد مره ثانيه لين احوش ريلي. باقي 5 ثواني راح نشتغل. 3 2 1 ليتس جو. اصعد. طبعا دائما في هذا التمرين احاول احط هدف ان انا اوصل حق تكرار معين، وبعدين لما اعيد جولاتي احاول اوصل دائما حق نفس الهدف. عشان كذي لا تكون اول جوله قاعد تسوي فيها عدد تكرارات وايد عاليه، لانك بعدين ما راح تقدر تستمر على نفس التكرارات اللي قاعد توصل لها. 3 2 1 نريح. الحين راح نريح 30 ثانيه، بعدها عندي تمرين ثاني راح انسدح على ظهري افرد ريلي وراح اسوي سيزر. اللي لازم اركز عليه ان عضلات ريلي دائما مفروده، ركبي مفروده، بس ظهري اللي يحوش الارض وريلي ترتفع عن مستوى الارض. نفس الشيء راح اشتغل 30 ثانيه، بعدها راح نريح من دقيقه ونص لدقيقتين ونرد نعيد الجولات. 2 1 ليتس جو. احاول افرد مشط ريلي اذا اقدر. رفعه راسي دائما تصعب علي التمرين اكثر. ليش؟ لانك انت قاعد تسوي تنشن على عضلات معدتك هم من فوق. 10 سكند. ثري تو ون خلصنا. نريح الحين، تقدر تريح من دقيقة ونص إلى دقيقتين. طبعا هذه تعتبر جولة واحدة، ضروري انك تكون مسوي ورم اب قبل التمرين عشان لا يحوشك تقلصات اثناء التمرين ويكون جسمك متهيئ حق تمرينك اللي راح نسويه مع المعدة او اللي سويناه اليوم. هذا كان تمريننا لليوم، يعطيكم العافية، نشوفكم ان شاء الله تمارين جديدة. مع السلامة.